السلام عليكم خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم؟ نتوما على خير. عواشر مبروكه، عيد مبارك سعيد، يكون لكم بالرزق والتيسير والصحه والعافيه يا ربي. واخا ماشي اليوم العيد، ايام هاد الايام كلها عواشر وكلها عيد. ان شاء الله غدا غادي يكون العيد. نصوركم هذا الفيديو اليوم الثلاث، نصور لكم الراس ديال الحوله، غنديرو على شكل الطنجيه باش الناس اللي غادي يذبحوا الحوله غدا ان شاء الله، وبقاو يديروا يبدلوا الطريقه اللي مولفين تنديروا. مولفين نديروا الراس مبخر، نديروا طيب الكسكسو، نديروا هذا. انا تنديروا بعض المره هكايا، تنديروا في الطريقه هذه، تيعجبني انايا وراجلي. الا امير اللي ما تيعجبوش اللحم ديال الراس، امير ما تيبغيش. غادي ندير ليه الحيمات، هذا هو الراس ديال الحولين، غنديرو هنا. راه غسلتو وخليتو تسطر. هادو الحيمات غنديرهم معاه، اللي بغا يدير الحيمات يديرهم. غنديرهم هنا الامين، حتى هاد الرجيلات انا قطعتهم، تبغو تنديروهم. راجلي تيعيط قبل من كاين الناس هنايا، كاين اللي تيبغي قبل من العيد ندير هاد الكوتليطه تحتهم، غنديرهم الامين. الامين ما تيبغيش اللحم ديال الراس. دابا انا راه اللي بغا يديرهم في الكوكوط، انا هادي عندي راه هادي الكوكوط ديال الطو، راه غنديرهم هنايا غنديرها في الطو ونخليهم، واللي بغا يدير الكوكوط العاديه صافي تيجيو زوينين. وعندي هذا الحامض مصير، هذا المعسل، هذا غادي نديرو هاك. عندي هاد نص راس ديال الثومه غادي نديرو حتى هو. وعندي هنايا خمسه ديال التميرات، درا جوج هنا لاصقين، هادو خمسه ديال التميرات تيجيو زوينين. وعندي هذا الكمون حبوب، راه تيدوب متيبقاش هاكا. معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، عندي هاد البزار حار بزاف، حطه حنا على اليد، ندير فيه غير نص المعلقة. تس كنجبير، كلشي طحنتو على اليد، نص المعلقة. وغادي ندير جوج كيسان ديال الماء ديال بالعبر كاس حياتي. غندير نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي ندير نص معلقه ولا معلقه كبيره ديال السمن. هو السمن غنخليه حتى البلاتي حتى يقرب يطيب، عاد غنديروا ليه. اللي بغى يديروا، الا كانت غايديروه في الطنجيه يديروه من الاول. انا حكى عندي الكوكوط، غادي نخليه بلاتي باش يبقى الطيبه ديالو. وغندير معلقه صغيره ديال الملحه وصافي. هادشي اللي كاين دابا، اللي عنده طنجيه غادي يدير هادشي كامل في الطنجيه ويسد عليها ويتقب واحد التقيبه من فوق داك الكاغيط ديال ورق الزبده، ومن بعد يسدها بداك الخيط ويديرها، يديها الفرناتشي اولا تيديرها في. راه دخلت عندي هنا لاشين، غتلقاو كيفاش مصايبه الطنجيه بالمنج. هو البنات الراس طاب، انا عاد غندير ليه هاد شويه ديال السمن، معلقه ديال السمن. راه طاب دابا، خصنا غير نرد هاد السمينه هادي تطلق. فهمتوا الحيمه اللي درت الامينه هي طابت. بالنسبه للراس ها هو، حتى هو راه طاب. هانتوما ملي شفتو ها هو
ندير المعلقه. شتي كيف تفرتت؟ شتي تيكون هنايا هانتوما كيف شتو وقع العظم دابت. دابا غادي نرد عليها هاد التسمينه. شتي كيف كي ولات اللحيمه ديال الراس؟ انت طاب ولي كي تيجي الراس طنجيه تيجي عاوتاني الواحد يبدل كل مره تيجي رائع. دابا غادي نخليه واحد شويه يسخن وغادي نقدمه معكم ان شاء الله. هادو داك الكوتليت اللي صايبت الامين هيك امين ما تيبغيش ياكل. هادي الثومه هي كيف دابت داك الحامض المصير الكمون غير ديرو حبوب في اي طنجيه لا باللحم ولا بالدجاج ولا بكلشي ديرو الكمون حبوب راه تيذوب ما تيبقى حتى شي حاجه. وما نقولكمش البنات على ريحه طالعه من هنا رائعه وزوينه بزاف. اللي بغى يديرو في الطنجيه يديرو في الطنجيه، اللي عنده هاد الكوكوط ديال الطوي يديرو فيها، اللي عنده الكوكوط الاخرى العاديه يديرو. غير المهم تكون العافيه ماشي مجهده، تكون العافيه قليله باش يطيب على المهل. دابا انايا خدت ليا هاد الراس هذا ساعه وربع، دابا راه طاب غنزيدو واحد شويه ومن بعد نوريكم حتى المريقه ديالتو حيت قليله ما تنبغيش انا المرقه تكون كثيره، وغادي يجي رائع وزوين الا درتو. ها انتما خوتي وخواتاتي، ها هو الطنجيه بالراس ديال الحولي. شوفوا على طريقه. تنتمنىكم في هذا العيد غدا ان شاء الله غادي يكون العيد وغادي يكون عندكم المسلمين كاملين غادي يكون عندهم الراس ديال الحولي، وديروا هذه الطريقه وما غتندموش. راه تيجي لذيذه، تجي الطنجيه بالراس ديال الحولي تجي لذيذه بزاف. شوفوا المرق ديالها كيفاش خاطر ولذيذ وزوين. بالنسبه باش نقول لكم على الامانه، راه دوك جوج كيسان شفت انايا المرقه نقصات وليت زدت كاس واحد اخر. انتم عينكم مزيانكم راه نتوما تشوفوا وديروا. بالنسبه للطنجيه راه تتكون مسدوده، انا هذه عندي حيت ديال الضو هكشي علاش جاني كاس. درت ثلاثه الكيسان، درت كاس معكم فاش شفتوه وكاس ما كنتو ما صورتوش. بالنسبه انا قدمتو مع واحد الخبيزات راه غادي نحطهم لكم ان شاء الله، عيفوت العيد وغادي نحطهم لكم تيجيو زوينين ديال القمح. انا غنوريكم الطريقه كيفاش باش تنعجنو. شوفوا كيفاش تيجيو، تيجيو بحال شي قريصات، تيجيو لذيذين بزاف. راه باقي سخان هانتوما يلا كي حطيتهم غادي نديرهم دابا ناكلوهم مع هاد الراس ديال الحولي. نتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم وتشوفوا الطريقه وتجربوا هاد الاكله الرائعه اللي تيحبوها بزاف ديال المغاربه. ونبدلو كل مره نديرو شكل مره اخرى ان شاء الله بالراس ديال الحولي، ان شاء الله ندير لكم بها نديرو مبخر او نديرو بطريقه واحده اخرى ان شاء الله. حنا دائما تنديروه غير بالكسكسو او لا او بقديد تنديرو هنا. لقيت الناس هنا ديال الجنوب كيف انا راه معروفه عندي عليكم وسن كل المشاهدين ديالي بان انا ساكنه في مدينه ورزازات. الناس هنايا ديال الجنوب تيقدو الراس وتن تيتيبس وتيبغيو الناس يديروه مع سميتو اللوبيا او الحمص او شي حاجه هكا يابسه تيصايبوه بها. دابا انا درتو طنجيه بالطريقة المراكشية ونتمنى الى شاهدوا هذا الفيديو المراكشيين يقبلوا عليا، ونتمنى البنات يجربوه راه ريحته رائعة وزوين. والسلام عليكم حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله، ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله غدا تدوزوا كل شيء الامور على خير يا ربي. هذا الفيديو ما غنحطوه حتى يفوت العيد وسمحوا لي بزاف، يمكن نحطوه غدا يمكن نحطوه حتى يفوت العيد. سلامه.